بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا عند تكامل الاقتران، تكامل الاقتران بالصفة والاقتران، تكامل الاقتران الأسي الطبيعي، تكامل الاقتران الأسي الطبيعي. ايش يعني اقتران؟ اقتران أسي، اقتران أسي يعني الأس متغير، الأس متغير، هذا معنى كلمة اقتران أسي. طبيعي الأساس، ها الأساس ها، هذا كلمة طبيعي، كلمة طبيعي لازم يكون الأساس ها، لازم يكون الأساس ها. طيب أسئلة على طول عشان ما نضيعش وقت. تكامل، تكامل مثلا لو أنا عندي هون ميم هاء بس ألف سين زائد باء دال دال سين، وميم وألف وباء ثوابت، ميم وألف وباء ثوابت، وألف لا يساوي صفر، ألف لا يساوي صفر، سيبك من هذول القصة، المهم هذول ثوابت، ميم وألف وباء ثوابت، كيف أكمل هذا الاقتران الأسي الطبيعي اللي هو هاء؟ زي ما هو نفس الاشي هذا كلياته، زي ما هو ميم هاء أس ألف سين زائد باء، بس بقسم على معامل سين، على معامل سين، شو معامل سين هون؟ ألف على ألف زائد جيم، بس يعني نحكي تكامل هاء أس خمسة سين، تكامل مثلا تكامل هاء أس خمسة سين دال سين، ايش يطلع الجواب؟ يطلع الجواب ه اس 5 س د س زي ما هو، ه اس 5 س زائد ج بس على واحد على معامل س، شو معامل س؟ 5. تكامل ه، تكامل ه اس 2 س زائد 1 د س، ه اس 2 س زائد 1 د س، يطلع الجواب مباشرة ه أس 2 س زائد 1 زائد ج، بس بدك تقسم مع معامل س، يعني 1 على ايش؟ 1 على 2. طيب تكامل ه أس 1 ناقص س دال س، برضه زي ما هي بتصير ه أس 1 ناقص س زائد ج على معامل سين، شو معامل سين هون؟ سالب واحد، بس حطهم سالب، بس حط ايش؟ سالب، لما تقسم مع معامل سين اللي هو السالب واحد بس هون بصير عندك سالب. طيب تكامل ها أس 4 ناقص نص سين دال سين، زي ما هي ها أس 4 ناقص نص سين زائد جيم، بدك تقسم على معامل سين، معامل سين سالب نص، لما تقسم على سالب نص طبعا بتحط سالب والنص بيصير بيصير اثنين، لما تقسم على نص يعني بتضرب بالمقلوب بتضرب باثنين. طيب تكامل، تكامل من صفر لواحد ه أس سين دال سين، من صفر لواحد ه أس سين دال سين، هذا تكامل، تكامل محدود، تكامل محدود، تكامل ها أس سين، ها أس سين زي ما هي، معامل سين واحد، فيش داعي، طبعا زائد جيم ما فيش زائد جيم، في من صفر لواحد، تكامل محدود، عوض، أول شيء بعوض اللي فوق، صار عندي ها أس واحد، بعدين ناقص، عوض اللي تحت، ها أس صفر، طبعا ها أس واحد يعني ها، ناقص ها أس صفر واحد، يطلع الجواب ها ناقص واحد، دير بالك تعوض غلط. يعني يكون عندك ها أس سين من صفر لواحد تروح تعوض هيك تحط ها، تعوض واحد محل سين تحط واحد، بعدين ناقص صفر محل سين تحطهم صفر، لا هذا التعويض غلط، احنا كده بنعوض، تحط ها أس تعوض السين بواحد خلاص، ناقص ها جديدة بعدين تعوض السين بايش؟ بصفر، وها الصفر اللي هي اللي هي واحد. طيب تكامل، تكامل جذر ه أس س دال س، تكامل
جذر هاء السين دال سين. لما نفك الجذر بصير عندي تكامل هاء السين الجذر اللي هو أس نص دال سين. الأسس اللي فوق بعضيها تضرب، الأسس اللي فوق بعضيها تضرب هاء السين أس نص هاء السين أس نص. يعني أنا عندي هيك مثال على الكلام هذا، سين سين أس ميم أس نون، سين أس ميم أس نون. شو بتطلع هاي؟ سين أضرب الأسس اللي فوق بعضيها، ميم ضرب نون، ميم ضرب نون. فهون عندي جذر هاء السين اللي هي هاء السين أس نص، الأسس اللي فوق بعضيها بتضربها، يعني بصير عندك تكامل هاء اضرب نص ضرب سين نص سين دال سين. هسه كامل هاء أس نص سين زي ما هي، هاء أس نص سين زي الجيم على معامل سين، معامل سين نص. لما تقسم على نص كأنك بتضرب باثنين، لما تقسم على نص يعني تضرب بالمقلوب تضرب باثنين. طيب سهل الحكي هذا لحد الآن؟ سهل لحد الآن. تكامل جذر تكعيبي لهاء الستة سين دال سين، تكامل جذر التكعيبي لهاء الستة سين دال سين. برضو بنحول الجذر التكعيبي لأس تلت، بصير عندك هيك تكامل هاء الستة سين الكل أس جذر تكعيبي يعني أس تلت دال سين. الأسس اللي فوق بعضيها بدك تضربها، يعني بصير عندك تكامل هاء ستة سين ضرب تلت، صار عندك اثنين سين دال سين، ستة تقسيم تلات اثنين سين. هاء أس اثنين سين اللي هاء أس اثنين سين قسم على معامل سين يعني على اثنين زائد جيم. سؤال كمان، تكامل هيو احكي واحد على الجذر التكعيبي، واحد جذر تكعيب لهاء أس ثلاثة سين ناقص ستة دال سين، ثلاثة سين ناقص ستة دال سين. الجذر التكعيبي برضه الجذر التكعيبي يصير تكامل هاء أس ثلاثة سين ناقص ستة. الجذر التكعيبي يعني أس تلت صح؟ طب شوي ماشي أس تلت، والتلت هذا طبعا ايش؟ سالب. ليش التلت سالب؟ لأن الجذر التكعيبي في المقام رفعته للبسط، لما أرفع للبسط بغير إشارة الأس، جذر التكعيب أس تلت ورفعناه للبسط صار سالب تلت. برضو الأسس اللي فوق بعضيها بتنضرب، يعني بصير عندي تكامل ها هسا 3 س ناقص 6 بتضربها بسالب تلت، فبتضرب سالب تلت ضرب 3 س وسالب تلت ضرب سالب 6. 3 س ضرب سالب تلت تروح 3 مع 3 شو بضل عندك؟ سالب س. وسالب 1 على 3 لما بتضربها بسالب 6 سالب بسالب بتصير موجب، و6 ضرب تلت 2 دال س. ممكن راح يكتبها زي هيك، إذا أنت بتخربط من القصة هاي يعني مش معقول يعني علمي وتتخلص وتتخربط من هاي، مش بسيط هيك بخربطك. تكامل تكتب هاء الأس اللي فوق سالب تلت، والأس هاد 3 س ناقص 6 اضرب على راحتك، بصير تكامل هاء سالب تلت ضرب 3 س تروح 3 مع 3 بصير سالب س، وسالب مع سالب موجب، تلت ضرب ستة، ستة على تلات اثنين يعني زائد اثنين دال سين. هسا كاملها هاء أس سالب سين زائد اثنين اللي هي هاء أس سالب سين زائد اثنين
على معامل سين، معامل سين سالب، بس بحط سالب على جنب، زائد زائد جي. ماشي. طيب تكامل واحد على جذر، احكي مثلا ها جذر الخامس ها أس 10 سين ناقص ناقص ايش مثلا؟ ناقص 1 د سين. ها برفع لفوق، ماشي. صير تكامل ها أس 10 سين ناقص 1 أس، المفروض الكل أس 1 على 5 اللي هو سالب 1 على 5 بينضرب في الأس، ها تحطه هون سالب 1 على 5 د س. مفهومة كيف صارت ولا صعبة؟ طيب وزع الأس، تكامل ها سالب 1 على 5 ضرب 10 صير سالب 2 س، وسالب 1 على 5 ضرب سالب 1 صير 1 على 5، هذا كلياته ايش؟ دال دال س. تكاملها ها سالب 2 س زائد 1 على 5 تقسم على معامل س اللي هو سالب 2، يعني سالب 1 على 2، السالب هون قسمنا على 2 زائد زائد ايش؟ زائد ج. هذا لسه مقدمة الهاء، هذا مش تكامل الهاء كله، مش تكامل الهاء كله، هذا ايش؟ مقدمة الهاء. هذا كل التكاملات هاي، كل التكاملات هاي اللي فوق الهاء خطي، اثنين سين خطي. ها سالب سين زائد اثنين برضو خطي، اللي فوق الهاء ماله؟ خطي، يعني من الدرجة الأولى. برضو هون سالب اثنين سين زائد واحد على خمسة، برضو اللي فوق الهاء خطي، يعني من الدرجة الأولى. كل هذه التكاملات اللي فوق الهاء خطي من الدرجة الأولى. بس أنا بحكي عن لما يكون اللي فوق الهاء خطي من الدرجة الأولى. طب إذا كان مش خطي، هذا إشي تاني رح نأخذه بعدين إن شاء الله، جايين مش بعدين كتير. تكامل هاء أس سين ناقص واحد على هاء أس سين. السؤال هذا تكامل هاء أس سين ناقص واحد على هاء أس سين دال دال سين. إذا كان المقام حد واحد، المقام حد واحد، المقام حد واحد هاء أس سين، قسم البسط عليه، قسم البسط عليه. كيف يعني قسم البسط عليه؟ يعني بصير عندك تكامل، تأخذ هاء أس سين على هاء أس سين، هاء أس سين على هاء أس سين، بعدين ناقص واحد على هاء أس سين، واحد خذ الواحد مع هاء أس سين على هاء أس سين دال سين. صير تكامل هاء أس سين تقسيم هاء أس سين واحد ناقص واحد على هاء أس سين، برفع هاء أس سين لفوق، بصير عندك هاء أس سالب سين دال سين. هسا شو تكامل واحد؟ سين ناقص تكامل هاء أس سالب سين، هاء أس سالب سين قسم على معامل سين، معامل سين هون سالب، يعني بتحطه الموجب، زائد زائد جي. حاب ترتبها بصير سين زائد هاء أس سالب سين اللي هي نفسها واحد على هاء أس سين، رجعت الأس موجب كم مرة، نزلت الهاء لتحت ورجعت الأس ايش؟ الأس موجب. طيب غيرها كمان الصحة مش فعال. طيب خمسة زائد ثلاثة هاء أس اثنين سين تكامل، خمسة زائد ثلاثة هاء أس اثنين سين على خمسة زائد ثلاثة هاء أس اثنين سين على هاء أس ثلاثة سين، هاء أس ثلاثة سين. برضو المقام حد واحد، برضو المقام حد واحد، قسم البسط عليه، قسم البسط عليه، يعني صار تكامل خمسة على هاء أس ثلاثة سين، بعدين زائد ثلاثة هاء أس اثنين سين على هاء أس ثلاثة سين دال سين. بالنسبة لهاي هاء أس ثلاثة سين تطلع لفوق، صار عندي تكامل الخمسة زي ما هي، هاء أس ثلاثة سين لما تطلع لفوق بصير سالب ثلاثة سين زائد ثلاثة زي ما هي،
ها أس 2 سين على ها أس 3 سين بحط ها وبطرح الأسس، مش هاي القسمة، القسمة بطرح الأسس. اللي فوق عندك 2 سين، الأس اللي فوق ناقص الأس اللي تحت، مش تطرح الأسس تحت هون 2 سين وهون 3 سين معناته بضل سين، لا احنا بنطرح الأس اللي فوق ناقص الأس اللي تحت. 2 سين ناقص 3 سين بضل عندك سالب سين وهون دال سين. هسا بنكمل 5 هاء أس سالب 3 سين، وبرضه بفكركم إن احنا بنكمل اللي فوق الهاء هذا خطي وهذا ايش؟ خطي. 5 هاء أس سالب 3 سين اللي هي 5 هاء أس سالب 3 سين قسم على معادل سين، معادل سين سالب 3 هي 3 والسالب وين؟ والسالب فوق. زائد 3 هاء أس سالب سين بضل زي ما هي، 3 هاء أس سالب سين قسم على معادل سين، معادل سين سالب يعني هون سالب، زائد زائد جيم. حاب ترتبها بصير، كيف ارتبها؟ بصير سالب 5 على 3 هاء أس سالب 3 سين، بنزلها في المقام ويصير الأس موجب. موجب مع سالب، سالب 3 بتنزلها أس سالب سين في المقام عشان تتحول لأس موجب، هاء أس سين زائد جيم، زائد جيم. طيب ماشي. هاي ايش؟ للكل بنساها. هاي اللي جاي الكل بنساها. مش هي هاي التكامل من 1 ل 3 هاء تربيع دال سين، التكامل من 1 ل 3 هاء أس 2 دال سين، تكامل من 1 ل 3 طيب تكامل هاء أس 2 هاء أس 3 على على 3 غلط، هذا غلط. ليش غلط يا استاذ؟ ها اس 2 ها اس 3 على 3، لا غلط، هذا ايه؟ غلط. تكامل الهاء اس 2 هاء اس 2 هاي كلياتها هيك، هاي فيها سين؟ لا ما فيش فيها سين. اذا كلياتها على بعضيها ما فيش فيها سين نهائيا معناته هذا يعتبر ثابت، هذا يعتبر ايش؟ ثابت. كلياتها على بعضيها ما فيش فيها سين تعتبر ايش؟ ثابت. طب الثابت شو تكامله؟ تكامل الثابت بنضيف له سين. الثابت شو بنعمل؟ بنضيف له سين بس، يعني هاي تكاملها اس 2 زي ما هي ها اس 2 بنضيف لها سين ضرب سين. طبعا بما انه تكامل محدود يعني من 1 لايش؟ من 1 ل 3. لما نيجي نعوض الثابت ها تربيع خليه برا، عوض هسا 3 محل سين بصير 3 ناقص ناقص 1، 3 ناقص 1 2، 2 بها تربيع يطلع الجواب 2 ها تربيع. يبقى اوعى اوعى ها تربيع تحكي ها اس 3 على 3، مش سين هاي، مش سين. وبرضه برضه تكامل، تكامل من 1 لها تربيع 1 على ها ناقص 1 دال سين، من 1 لها تربيع 1 على ها ناقص 1 دال سين. كليات هذا برضه شايفين هاد كلياته 1 على ها ناقص 1 ما فيش فيه سين، كلياته ما فيش فيه ايش؟ سين. معناته هذا كلياته على بعضه ثابت، هاد كلياته على بعضه ثابت. طب كيف تكامله؟ 1 على ها ناقص 1 كلياتها تكامل ثابت بس بضربه بسين، طبعا من 1 الى ها، من 1 لها تربيع. لما نيجي نعوض برضه كل الثابت هاد هيو 1 على ها ناقص 1 برا التعويض، عوض لمحل السين اول شيء اللي فوق اللي هو ها تربيع، شو بتصير السين؟ ها تربيع ناقص عوض الواحد بصير ها تربيع ناقص 1. ها تربيع ناقص 1 ممكن احللها، ممكن احللها اللي هي بتصير فرق بين مربعين ها ناقص 1 بها زائد 1، ما هي مضروبه بايش؟ مضروبه بالواحد. هاي لما تتحلل تصير ها ناقص 1 بها زائد 1، حللتها وضربتها بالواحد على المقام ها
ناقص واحد. في ايش؟ ها ناقص واحد مع ها ناقص واحد، شو طلع الجواب عندك؟ ها زائد زائد واحد. طيب ماشي. السؤال هذا سؤال اخير على المقدمة هاي، سؤال اخير على المقدمة هاي. تكامل 3 س هيو ها بس لوغاريتم ها للسين دال سين. من خواص اللوغاريتمات اللي اخذناها، خواص اللوغاريتمات اللي اخذناها 3 س ها بس لوغاريتم ها للسين، تروح اللوغاريتم مع الها، شو بضل عندك؟ س. يعني صار التكامل، تكامل 3 س بس دال س. من وين اجت السين هاي؟ اللي هي هاي السين هاي، خلاص الها باللوغاريتم ها راح. يعني صار التكامل 3 س بس اللي هي 3 س تربيع دال س. شو تكامل 3 س تربيع؟ 3 س اس 3 على 3 زائد زائد ج. هاي 3 مع 3 يعني س تكعيب زائد ج. هذا تكامل الاقتران، تكامل الاقتران الاسي الطبيعي. الاقتران الاسي يعني الاس متغير، طبيعي يعني الاساس ها. هذا في حاله اذا كان اللي فوق الها ماله خطي، اذا كان اللي فوق الها ايش؟ خطي. طيب اذا كان اللي فوق الها مش خطي، حكينا راح يجي امحي الجزء هذا هسه مبدئيا، يعني هذا الجزء مبدئيا على تكامل الها، مبدئيا على تكامل الها. بعد هيك بدي الان ادخل في التكامل بالتعويض، تكامل اللي هي طرائق التكامل او طرق التكامل. طرق التكامل احنا عندنا طرق التكامل طرق التكامل رح ناخذ التكامل بالتعويض، بعدين التكامل بالاجزاء، تكامل بالتعويض، بعدين التكامل بالاجزاء، وفي التكامل بتجزئة الكسور. تجزئة الكسور، تجزئة الكسور هذا اللي كان درس في الأول ثانوي، تجزئة الكسور اللي كان في الأول ثانوي اللي هو في قسمة طويلة وقسمة طويلة و... ما علينا، نبلش في التكامل بالتعويض. تكامل بالتعويض. طيب إذا نحن الآن تكامل بالتعويض، إيش فكرة التكامل بالتعويض الآن؟ تكامل بالتعويض، أول مثال على التكامل بالتعويض مثلا عندي هيك تكامل. هاي معطيني سؤال 5 س أس 4 س أس 5 زائد 2. 5 س أس 4 س أس 5 زائد 2 الكل أس 6 دال س. هذا السؤال الأولاني، مثال على التكامل بالتعويض. إيش هو التكامل بالتعويض؟ الآن هون في عندي داخل القوس، اللي داخل القوس هذا مش خطي، اللي داخل القوس هذا مش خطي. يعني لو كان خطي، الخط احنا بنكمله على القاعده اللي هي زيد الاس 1 قسم على الاس الجديد في معامل س، هذا مش خطي لانه س اس 5 زائد 2 هذا مش خطي. يبقى اللي جوا القوس مش خطي، ليس خطي. طب استاذ افرق خطي، حتى مش رح نستفيد لو كان خطي، لو كان خطي ما رح نستفيد. ليش؟ لانه في مره اقتران، يبقى هنا في اقتران. ماشي؟ طب حتى يا استاذ هذا مش خطي وفي برا اقتران، مش راح نستفيد من الاثنين لان فيهم اس ايش؟ اس 6. يبقى هون في اقتران، في اقتران واس، والاقتران اللي بين القوسين اقتران مش خط. اقتران في اقتران واس، واللي بين القوسين اقتران مش خط. لو ما فيش 6 هون، سلام، ما فيش 6 هون ايش؟ على السريع موزع، بس هون في 6 لا ما ينفعش، هاي ما ينفع توزع، ما ينفعش اوزع. طب لو انه ما فيش يعني الاس 6 هاي مثلا، لو كانت بس س لحالها اس 6 مثلا، س اس 6 هون وهدول ما فيش، يا سلام. على طول بضربهم ايش؟ بكامل، بضربهم وبكامل. مشكلة هاي، هون س اس 5 زائد 2 الكل اس 6. طب ايش فكرة التكامل بالتعويض؟ فكرة التكامل بالتعويض انه هذا لو انه سين اس 5 بضربه، طيب اخلي هذا اللي جوا القوس شغلة واحدة بس، باخذ تعويض باللي جوا القوس هذا، صاد
شوفوا كيف تمشي الآن. صاد يساوي سين أس خمسة زائد اثنين. والأس ستة لا بدون الأس. باخذ التعويض بدون الأس. صاد يساوي سين أس خمسة زائد اثنين. اللي هو ما داخل القوس بدون الأس. ما داخل القوس بدون الأس. يبقى كمان مرة ليش بتعمل هيك؟ لأنه عندي هذا الاقتران مش خطي. وفي اقتران برا وفي أس هون. اقتران مش خطي. وفي اقتران برا وفي أس هون. فباخذ صاد تعويض اللي داخل القوس. صاد اللي داخل القوس اللي تحت الأس. اللي تحت الأس. بدون الأس. صاد يساوي سين أس خمسة زائد اثنين. بعدين بشطف. بعدين شو بعمل؟ بشطف. الصاد بصير دال صاد عدال عدال سين يساوي شو مشتقة سين أس خمسة؟ خمسة سين أس خمسة سين أس أربعة. بعدين هسه كأني بضرب ضرب تبادلي. كأني بضرب إيش؟ ضرب تبادلي. كيف يعني ضرب تبادلي؟ شوف بدي أعملها ضرب تبادلي وبعدين بدي أعوضك عليه. بعدين أعوضك عليه. الضرب التبادلي يعني هون كان في واحد. هسه بتضرب هاد مع دال سين. لما تضرب هاد مع مين؟ مع دال سين. شو بصير؟ خمسة سين أس أربعة. خمسة سين أس أربعة دال سين. إيش يساوي؟ واحد بدال صاد دال صاد. طب بعدين قسم على خمس سين أس أربعة على خمس سين أس أربعة. راحت خمس سين أس أربعة. شو طلع عندك؟ دال سين يساوي دال صاد على خمس سين أس أربعة. مفهوم هاي كيف صارت؟ تمام؟ يعني بدون موضوع الضرب التبادلي هذا. ها دال صاد على دال سين يساوي خمسة سين أس أربعة. ينزل الدال سين واخذ الدال صاد مع الكسر وين؟ على الجهة الثانية. دال صاد على خمسة سين أس أربعة. تعود عليها. شوف دال صاد دائما اشتقاق يعني. دال صاد على دال سين نفترض يساوي ألف على باء. ألف على إيش؟ على باء. بجيب الدال صاد مع الكسر هناك. اللي فوق بنزل تحت واللي تحت بطلع فوق. يعني بتضل هون دال سين يساوي دال صاد. هون دال سين وهناك دال صاد. اللي فوق بنزل تحت واللي تحت تطلع فوق. يعني شو بتصير هون؟ باء على ايش؟ على ألف. نفترض طلع معي هيك دال صاد عدال سين يساوي اثنين على جذر سين. شو بتعمل؟ دال سين هون دال صاد هناك. وشو بتعمل فهد؟ اقلب. صير جذر سين فوق وايش؟ واثنين تحت. تمام وصلت الفكرة هاي؟ طيب انتوا راح ناخذ مليون سؤال عليها ما هي راح تحفظوها يعني الشغلة مش صعبة. إذا صاد التعويض تبعي صاد يساوي اللي جوا القوس سين أس خمسة زائد اثنين اشتق دال صاد عدال سين يساوي خمسة سين أس أربعة. تنزل دال سين ودال صاد هذا كأنه على واحد. تروح دال صاد هناك وهون خمسة سين أس أربعة. تنزل تحت على خمسة سين أس أربعة. طبعا فوق بيطلع الواحد مش ضروري. دال صاد على خمسة سين أس أربعة. أو باخذ دال صاد مع الكسر على الجهة الثانية. دال صاد مع الكسر وين؟ على الجهة الثانية. أرجع للسؤال كم خطوة دول صاروا؟ ثلاث خطوات. واحد اثنين ثلاث. برجع للسؤال بغير شغلتين. برجع للسؤال شو بعمل؟ بغير شغلتين. إيش هم الشغلتين اللي بدك تغيرهم؟ الصاد والدال سين. بس. الصاد وإيش؟ والدال سين. إذا الخطوة الأولى يا جماعة رقم واحد استبدال. إيش بستبدل؟ الصاد ومين؟ والدال سين. الخطوة الأولى استبدال. كم شغلة؟ شغلتين. الصاد والدال سين. الصاد والدال سين. يعني بصير عندي السؤال كالتالي تكامل. خمسة سين أس أربعة ملهاش دخل. خمسة سين أس أربعة ملهاش دخل. ها
هاد حكينا بصير صاد، الأس ملوش دخل، والدال سين من الخطوة الثالثة اللي هي دال صاد على خمسة سين أس أربعة، دال صاد على خمسة سين أس أربعة، تمام؟ هاي الخطوة الاستبدال. استبدلت كم شغلة؟ شغلتين، إيش هما؟ هاي وهاي، والخمسة سين أس أربعة زي ما هي، وأس ستة زي ما هي، هذا صار صاد، والدال سين صار الدال صاد على خمسة سين أس أربعة. الخطوة الأولانية استبدال صاد ودال سين، صاد ودال سين. الخطوة الثانية نختصر ونتخلص من السينات نهائيا. ايش الخطوة الثانية؟ نختصر ونتخلص من السينات نهائيا، نختصر ونتخلص من السينات نهائيا. طب في اختصار هون؟ اه، 5 س اس 4 مع 5 س اس 4، هاي مع هاي. شو صف السؤال عندك؟ صف السؤال عندي تكامل ص اس 6 د ص، فرجت ولا لا؟ فرجت. شو تكامل ص اس 6؟ ص اس 7 على 7، يعني 1 على 7 زائد ج. اذا بعد ما نختصر ونتخلص من السينات نهائيا، رقم 3 بنكامل. ايش بنعمل؟ بنكامل، ما تنساش ص اس 6 ص اس 7 على 7. طب بعد ما نكامل بنرجع الصاد لاصلها، رجع الصاد لاصلها، يعني بصير عندك هون 1 على 7 الصاد اس 7 زائد ج، واصل الصاد ارجع سين اس 5 زائد 2، سين اس 5 زائد ايش؟ 2. يبقى بعد ما نكامل الخطوة الرابعة لا تنسى رجع صاد لأصل. هاي مبدئيا خطوات التكامل بالتعويض، هاي مبدئيا خطوات التكامل بالتعويض. سؤال كمان سريع هيك، تكامل سين سين تربيع ناقص 3، تكامل سين هون سين تربيع ناقص 3 أس 9 دال سين، سين سين تربيع ناقص 3 أس 9 دال سين. برضه هون لما تيجي هون سين تربيع ناقص 3 هذا مش خطي، هذا ايش؟ اللي داخل القوس مش خطي، اللي داخل القوس ماله؟ مش خطي، وفي اقتران برا وفي ايش؟ أس، إذا هذا تكامل بالتعويض. اللي داخل القوس مش خطي، مش خطي، وفي اقتران برا وفي هون عندك أس كمان، إذا هذا تكامل بالتعويض. شو تكامل بالتعويض؟ صاد يساوي اللي داخل القوس اللي تحت الأس اللي هو سين تربيع ناقص 3 اشتق دال صاد عدال سين، يساوي مشتقة السين تربيع 2 2 سين، تنزل دال سين لحالها تاخد دال صاد بالكسر على الجهة الثانية، دال صاد على 2 سين. نرجع للسؤال، نغير شغلتين. ايش الشغلتين اللي بدك تغيرهم؟ هاي السين مالكش فيه، هذا صار صاد، الاس ينزل زي ما هو 9، والدال سين الخطوة الثالثة دال صاد على 2 سين. استبدلنا، بعد الاستبدال نختصر ونتخلص من السينات نهائيا. اختصر سين مع ايش؟ مع سين، سين مع سين. شو ضل عندي هون؟ 2، هاي 2 تحت الكسر، 2 تحت الكسر، يعني كأنه فوقيها واحد، واحد على اثنين، طلعها برا، هاي واحد على اثنين. ضل عندك التكامل مين؟ صاد أس 9 دال دال صاد. النص هذا معامل مالكش فيه، ضرب. شو تكامل صاد أس 9؟ صاد أس 10 على 10، حطها على 10 مع مين؟ جنب الاثنين هون. طبعا زائد زائد ج. رجع صاد لأصلها بصير 1 على 20. الصاد رجعها لأصلها أس 10 زائد ج، أصل الصاد سين تربيع ناقص ناقص 3. أس اللي فوق 9 اللي فوق، أس اللي تحت كام؟ 10. طيب سهل، سهل جدا هذا التكامل الطاوي. طيب كم؟ ماشي مساء. إذا هيك تكامل الطاوي الآن راح نضلنا مع التكامل الطاوي ده فترة كبيرة، يعني راح نطول معه شوي، الحصة هاي الحصة اللي جاية. طيب
تكامل مثلا 2 س جذر س تربيع زائد 1، تكامل 2 س جذر س تربيع زائد 1 د س، 2 س جذر س تربيع زائد 1 د س. برضو اولا الجذر هذا بدي احوله اس نص، الجذر بدي احوله اس نص، طبعا الجذر حول الجذر اس اس نص، مش ضروري تحوله هسه عادي يعني، لو حليته هو هيك مش مشكله، لو حليته هو هيك ايش مش مشكله، بس انتبه اللي تحت الجذر ماله مش خطي، اللي تحت الجذر مش خطي. ليش مش خطي؟ ايوه س تربيع، ومشتقته برا، مشتقته برا، شو مشتقه س تربيع؟ 2 س، هاي برا موجوده، فاللي تحت الجذر مش خطي ومشتقته برا. تكمل التكامل بالتعويض، حابين تعملوا الجذر من اول بنعمل الجذر من اول، يعني بصير عندك هيك تكامل 2 س اللي جوا الجذر س تربيع زائد 1 اس نص د س، لانه الجذر ايش تربيع، جذر التربيع اس نص. هسه برضه صار اللي داخل القوس مش خطي وفي اس وفي اقتران برا، والاقتران اللي برا مشتقة الاقتران اللي جوا، اللي برا مشتقة اللي جوا. اذا هذا ص، خذ ص يساوي س تربيع زائد 1، س تربيع زائد 1 اشتق د ص عدل س، اشتقت س تربيع 2 س، تنزل د س لحالها، خذ د ص مع الكسر على الجهه الثانيه، د ص على تنزل 2 س تحت. ارجع للسؤال، غير شغلتين، ايش هم؟ الصاد ومين؟ والدال س، يعني صار عندك تكامل 2 س برا، هاد صار صاد واس نص ملوش دخل، الاس بينزل. والدال س اللي هي دال صاد على 2 س، يا سلام، اختصر 2 س مع 2 س. صفت المسألة عندي على تكامل صاد واس نص دال صاد. كيف بتكامل صاد واس نص؟ بجمع اللي تحت الاس الكسري، بجمع اللي تحت مع اللي فوق، بصير عندك صاد 2 زائد 1 3 على 2، وهون 2 على 3 زائد ج. اخر خطوه بترجع الصاد لاصلها اللي هي 2 على 3. شو اصل الصاد؟ س تربيع زائد 1، س تربيع زائد 1 اس 3 على 2 زائد ج. حاب ترجعها جذر بصير، كيف ارجعها جذر؟ 2 على 3 حط جذر س تربيع زائد 1 الداخل على الخارج، الداخل على الخارج، يعني 3 وهون 2 زائد ج. الجواب جذر تربيعي والسؤال جذر تربيعي، ليطمئن قلبك بس، جذر تربيع مع جذر تربيع. طيب كمل، نطور الموضوع شوي. حفظتوا الخطوات؟ حفظتوا الخطوات، ماشي. لا تلقائية بتيجي لحالها، ما بدهاش حفظ. طور الموضوع شوي. سؤال، تكامل س تكعيب جذر س تربيع زائد 1، تكامل س تكعيب جذر س تربيع زائد 1 د س. خلينا نحول الجذر، خلينا نحول الجذر، صار عندي تكامل س اس 3 وهون س تربيع زائد 1 اس نص د س. استاذ هذا مش خطي، بس برا مشتقة الس تربيع 2 س، طب اللي برا ايش؟ س اس 3. طب تعال نشوف اللي جوا القوس ماله مش خط، بس مشتقته مش برا. طيب خلينا ناخذ ص هيك ونشوف شو بصير. ص يساوي س اس 2 زائد 1، اشتق د ص على د س ايش تساوي؟ 2 س، د س تنزل د ص مع الكسر على 2 س تنزل تحت. نرجع للسؤال، تكامل س اس 3، بنبدل شغلتين، هذا صار ص
أس نص ملش فيه، والدال سين صارت دال صاد على اتنين سين. اختصر، سين مع التكعيب صار ايش؟ صار تربيع. سين على سين تكعيب صارت سين تربيع. طبعا الاثنين هاي تطلع برا نص نص تكامل. سين تربيع صاد اس نص دال صاد. احنا اتفقنا ان احنا لازم نتخلص من السينات ايش؟ نهائيا. اما كنا كاتبينها من شوي مسحناها. ليش مسحناها؟ بس نختصر. في اختصار، اختصرنا ونتخلص من السينات نهائيا. نختصر ونتخلص من السينات نهائيا. كيف تتخلص من السينات؟ ضل عندي سين تربيع، كيف اتخلص منها؟ ارجع للصاد اللي انت فرضتها. ارجع للصاد ايش؟ اللي انت فرضتها. وين هي الصاد اللي احنا فرضينها؟ احنا فرضين صاد، جيب لي اياها هون، فرضين صاد تساوي سين تربيع زائد واحد. بدي اتخلص من السين تربيع، بسيطة جدا. هاي السين تربيع معناته هون ناقص واحد ناقص واحد. شو صارت السين تربيع؟ السين تربيع ايش تساوي؟ صاد ناقص واحد. اذا بروح على السؤال حط نص تكامل. في عندي هون صاد اس نص موجودة، واتفقنا انه السين تربيع ايش هي السين تربيع؟ صاد ناقص واحد. هاي تخلصنا من الصاد من السينات النهائية. دال صاد. ضل في سينات في السؤال؟ لا ما فيش سينات. اذا لما ضل عندك، لما تختصر سين اس 3 مع سين راح يضل عندي سين اس 2. طب سين اس 2 هيها انا لازم اتخلص من السينات نهائيا. كيف اتخلص من السينات نهائيا؟ روح للصاد اللي انت فرضها، صاد سين تربيع زائد واحد. طيب زائد واحد ناقص واحد ناقص واحد، صارت السين تربيع ايش تساوي؟ صاد ناقص واحد. ارجع السؤال، شيل السين تربيع وحط صاد ناقص واحد. هون في صاد اس نص. صار المسألة بدها توزيع، هيك سهلة. بدها ايش؟ توزيع. النص هذا برا بلش فيه تكامل، وزع صاد اس نص ضرب صاد بتصير صاد جمع الاسس. هون كام؟ واحد. نص زائد واحد ثلاثة، ثلاثة على ايش؟ ثلاثة على اثنين، واحد ونص يعني. ناقص صاد اس نص ضرب واحد صاد اس نص دال دال صاد. عارفين كيف جمعت النص زائد واحد؟ نص زائد واحد توحيد مقامات، ثلاثة على ايش؟ ثلاثة على اثنين. صارت مسألة عادية ولا لا؟ هسه كامل النص هاد برا، افتح قوس للتكامل لأن النص هاد مع التكامل كلياته. صاد أس 3 على 2 اللي بتصير صاد 2 زائد 3 5 على 2 2 على 5 ناقص صاد أس 1 على 2 بتصير صاد اجمع 2 زائد 1 3 على 2 اقلب 2 على 3 سكر القوس زائد زائد جيب. ضل عندنا خطوة واحدة، ايش الخطوة اللي ضايلة؟ رجع الصاد لأصلها، يعني بصير عندي نص برا برضه 2 على 5. شو أصل الصاد؟ سين تربيع زائد 1. سين تربيع زائد 1 أس 5 على 2 ناقص 2 على 3. رجع الصاد لأصله، شو أصل الصاد؟ سين تربيع زائد واحد، الصاد هاي أس ثلاثة على اثنين، سكر القوس الكبير زائد زائد جي. حاب ترجعها جذر بترجعها جذر، مش حاب ترجعها جذر خلاص. كيف أرجعها جذر؟ يعني هذا بصير جذر الأس خمسة جوا، وهذا جذر إيش؟ تربيع. الأس ثلاثة جوا، وهذا جذر إيش؟ تربيع. سهلة ولا صعبة؟ سهل ولا صعبة؟ سهل صح 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 بلى. طيب كم واحد؟ هذا سهل لسه. احنا يعني هاد بجيب لك، جاب لك الوزاري زي هيك يعني هدية، هاي سهل جدا. بونص بونص. ايوه سؤال زي هيك في الوزاري سهل يعني نمزح. سينوس خمسة جذر سين تكعيب زائد اثنين تكامل. سين أس خمسة جذر
سين تكعيب زائد 2 دال سين. برضو لو حولت الجذر صار عندك تكامل سين أس 5، حول الجذر سين أس 3 زائد 2 أس نص دال سين. الاقتران اللي بين القوسين هذا اقتران مش خطي، اللي بين القوسين اقتران مش خطي. ناخذه صاد لأنه في اقتران برا. خذ لي صاد، صاد يساوي سين أس 3 زائد 2 بدون الأس. اشتق دال صاد على دال سين يساوي سين أس 3، 3 سين أس 2 تنزل دال سين، خذ دال صاد مع الكسر هناك وتنزل 3 سين تربيع لتحت. ارجع للسؤال، غير شغلتين، 1 2 يعني صار عندي تكامل، السين أس 5 ماليش فيها، هذه صارت صاد أس نص، والدال سين دال صاد على 3 سين تربيع. اختصر، سين تربيع مع أس 5 بضلهم سين أس كام؟ أس 3. الثلاثة اللي تحت هاي تطلع برا تلت. ليش تلت؟ لأنها 3 فوقها يعتبر فيها ايش؟ 1. تلت تكامل سين أس 3 صاد أس نص دال صاد. وقفة فزوري هاي السين تكعيب، تخلص منها. كيف تخلص من السين تكعيب؟ ارجع للصاد اللي انت فرضها. انا فرض صاد سين تكعيب زائد 2، سهل، خذ الزائد 2 وديها وين؟ لهناك، بصير السين تكعيب ايش تساوي؟ صاد ناقص 2. حلو، هاي التلت تكامل صاد اس نص موجود اصلا، وحكينا احنا السين تكعيب اللي هي عبارة عن صاد ناقص 2، صاد ناقص 2 دال صاد. هالصادت مسائل الولاد صغار، تلت برا تكامل وزع صاد اس نص بصاد اللي هي صاد اس 1.5 يعني 3 على 2 ناقص صاد اس نص ب 2 صاد اس نص دال صاد. التلت برا كامل صاد اس 3 على 2 بصير صاد، اجمع 2 زائد 3 5 على 2 اقلب 2 على 5 ناقص ايش الاثنين هذا؟ معامل ملوش دخل، 2 ضرب الصاد صارت 2 زائد 1 3 على 2 اقلب 2 على 3 سكر القوس زائد جيم، رجع لي صاد لاصلها 1 على 3 هيها 2 على 5. شو اصل الصاد؟ اصل الصاد سين تكعيب زائد 2 اس 5 على 2 ناقص 2 ب 2 اللي هي 4 على 4 على 3. والصاد اصلها سين تكعيب زائد 2 اس 3 على 2 سكر القوس الكبير وزائد جيم. برن. طيب صليتوا على النبي يا جماعه، في عندي تكامل محدود، هاي تكامل محدود محصر صير ايش تكامل من صفر لجذر 8. طيب سين على جذر، سين على جذر سين تربيع زائد 1 دال سين، ما اختلف هذا عن هذاك، نفس الشيء، فيش اختلاف. ليش ما فيش اختلاف؟ خلينا نرفع الجذر، صار عندي تكامل من صفر لجذر 8، فوق في سين، جذر هذا لما نرفعه صار سين أس 2 زائد 1 أس 1 على 2 وسالب. ليش 1 على 2؟ لأنه هذا الجذر هيك يعتبر أس 1 الداخل، وهذا جذر تربيعي يعني 1 على 2 والسالب لأنه رفعناه لفوق. طيب اللي بين القوسين برضه اللي تحت الأس هذا مش خطي، افرضه بصاد، هذا مش خطي، اللي بين القوسين مش خطي، افرضه بصاد، صاد
يساوي سين تربيع زائد واحد. اشتق دال صاد على دال سين يساوي اتنين سين. تنزل دال سين يساوي تنط هناك دال صاد مع الكسر واتنين سين تفل لتحت. هاي فلت لتحت. نرجع للسؤال، تكم سين ما سويناش فيها ايش؟ واحد اتنين سين تربيع زائد واحد صارت صاد، وهون السالب واحد على اتنين، والدال سين دال صاد على اتنين سين. ملاحظين اشي؟ ايش هو الاشي اللي احنا ملاحظينه؟ ليش ما كتبتش هدول؟ هدول الحدود لمين؟ هدول قيم مين؟ هدول قيم سين. هدول قيم مين؟ قيم سين. هدول سين، هون تكامل سين على جذر سين تربيع زائد واحد دال سين، وسين من صفر لجذر 8، وسين من صفر لجذر 8، هاي سين. بس احنا عملنا استبدال، مسألة رح تتحول كلياتها بدلالة مين؟ دلالة صاد. هدول للسين، بدي اشي غيرهم للصاد. طيب سهل، في حالة ان السين تساوي جذر 8 عوضها هناك جذر 8 تربيع 8، 8 زائد 1 9، يعني الصاد رح تتحول لكام؟ لتسعة. الحمد لله هذيك وصلت بعد. ماشي؟ في نفس الوقت برضو الصفر هذا للسين، طب حالة ان السين يساوي صفر عوض صفر تربيع صفر زائد واحد واحد. يبقى حدود التكامل، حدود التكامل اتغيرت، حدود التكامل ايش؟ اتغيرت. طبعا اختصر سين مع سين، اتنين تطلع برا نص، تكامل من واحد لتسعة صاد والسالب نص دال صاد. هذا هيك منطقي. ليش منطقي؟ ليش هذا منطقي؟ لان هدول القيم يعتبروا للسين القيم الجداد من واحد لتسعة، اللي هم ايش؟ قيم صاد، في حالة انه قيم سين من صفر لجذر 8، قيم صاد من ايش؟ من واحد، من واحد لتسعة. نكامل النص برا ضرب. شو تكامل صاد والسالب نص؟ بصير صاد اجمع اتنين ناقص واحد، واحد على اتنين، اقلب اتنين على واحد، فيش زائد جي، ولا شو في؟ في من؟ من واحد لتسعة. طبعا اتنين هاي تروح مع اتنين هاي. طب الصاد ما راح ارجعها لاصلها، الصاد ما راح ارجعها لاصلها، ولا شو راح اعمل؟ راح اعوض مباشرة. بصير تسعة ونص ناقص واحد ونص اللي هو ايش؟ واحد. شو يعني تسعة ونص؟ جذر التسعة ناقص واحد، جذر التسعة ثلاث ناقص واحد ايش يساوي؟ يساوي اثنين. تمام، واضح ولا في مشكلة؟ واضح ولا في مشكلة؟ ها؟ طيب نكمل، هذا الدرس طويل جدا لسه، يعني هاي أسئلة لسه احنا هيك في البداية. طويل جدا درس التكامل بالطاويل، طولوا بالكم لأنه عليه هو يعني تقريبا التكامل كلياته في الوزارة تعويض أجزاء، يعني نعتمد على الشغلتين هذول أكثر شيء، تعويض أجزاء، تعويض أجزاء. طيب، وبما أن العلامات، بما أن الامتحان صار وحدتين و150 عليهم، رياضيات على 150، وأنت عندك وحدتين بس، تكامل والوحدة الثانية القطع المخروطية، فأنت التكامل راح يهروكوا أسئلة، مش راح يخلوا إشي، أسئلة ويلا، فأنت إيش؟ طول بالك، يعني طولوا بالك، تكامل طويل شوي. نيجي لسؤال زي هيك، معطيني هون تكامل 3 س تربيع ناقص 6 جيب، ايوه جيب، تكامل 3 س تربيع ناقص 6 جيب س تكعيب ناقص 6 س زائد 1 دال س. هاي برضو حالة من حالات التعويض، هاي حالة من حالات التعويض. ايش الحالة هاي؟ الجيب وين زاوية الجيب؟ وين الزاوية؟ الزاوية هاي ها س تكعيب ناقص 6 س زائد 1،
هاي زاويه الجيب يا جماعه، هاي ايش؟ هيك هاي زاويه الجيب، جيب سين تكعب ناقص 6 سين زائد 1، هاي كلياتها زاويه الجيب، كلياتها زاويه الجيب. فالزاويه هون زاويه الجيب برضه مش خطيه، ليست خطيه. وفي اقتران هون كمان، يبقى هذا اقتران، يعني ممكن اعمل لها تلخيص هيك، اقتران في دائري زاويته ليست خطيه. اقتران، هذا اقتران ضرب دائري زاويته ليست خطيه. لما يكون عندك اقتران في دائري والزاويه مش خطيه، هذه حاله من حالات التعويض، حاله من حالات ممكن تحلها بالتعويض. اقتران في دائري زاويته ليست خطيه، اقتران في دائري زاويته ليست خطيه، هاي دائري والزاويه مش خطيه وفي اقتران هون. طيب التعويض ايش التعويض؟ صاد يساوي الزاويه. صاد ايش يساوي يا جماعه؟ الزاويه. ايش الزاويه؟ اللي هي سين تكعيب ناقص 6 سين زائد 1، اشتق دال صاد عدال سين يساوي سين تكعيب 3 سين تربيع ناقص 6 سين، هي ايش؟ 6. تنزل عندي الدال سين، دال صاد بالرشاقة هيك تنط الجهة الثانية، دال صاد على، وهذا بيفل لتحت 3 سين تربيع ناقص 6. نرجع للسؤال، بغير شغلتين، ايش هم الشغلتين اللي بغيرهم؟ اللي بدها تصير صاد، اللي انا اخذتها بصاد، ومين كمان؟ والدال سين. يعني بصير التكامل عندك تكامل 3 سين تربيع ناقص 6، الدائري الجيب زي ما هو، والزاوية صارت صاد، والدال سين صارت دال صاد على، دال صاد على 3 سين تربيع ناقص 6. هاي الاستبدال، الاختصار 3 سين تربيع ناقص 6 مع 3 سين تربيع ناقص 6. صف السؤال عندي تكامل جيم صاد دال صاد، تكامل الجيم سالب جتا صاد زائد جيم، تكامل الجيم سالب جتا زائد جيم، رجع الصاد لأصلها صارت سالب جتا، شو أصل الصاد؟ سين تكعيب ناقص 6 سين زائد 1 زائد ايش؟ زائد جيم. سؤال سهل جدا. طيب سؤال ثاني، تكامل تكامل سين قاطع 1 ناقص 2 سين تربيع، 1 ناقص 2 سين تربيع، ظل 1 ناقص 2 سين تربيع دال سين. ايش هذا؟ سين قاطع ظل. طبعا هذا ايش؟ طبيعي، ما في مشكلة، لازم القاطع بيجي مع الظل، لازم القاطع، هاي ثنائيات، هاي هيك ثنائيات، توائم، أزواج في التكامل، سميها ثنائيات، سميها توائم، سميها أزواج، هذه في التكامل عادي. القاطع، القاطع بيجي مع مين؟ قاطع بظل. شو تكامل قاطع بظل؟ قاطع، تكامل قاطع بظل قاطع. وقطع شو بيجي معه؟ بيجي مع الظتا، تكامل قطع بظتا سالب سالب قطع، عادي ايش المشكلة يعني. فانت لما يجي قاطع مع ظل، هدول بيجوا مع بعض، القطع مع الظل بيجوا مع بعض، هدول شكفة واحدة هيك. والزاوية طبعا نفس الزاوية، واحد اثنين، واحد ناقص اثنين سين تربيع، واحد ناقص اثنين سين تربيع، نفس الزاوية، قاطع بظل نفس الزاوية، هدول مع بعض، قاطع بظل نفس الزاوية. بس الزاوية مالها؟ مش خطية. الزاوية مالها؟ مش خطية. ليش مش خطية؟ ما هيها تربيع. طب وفي اقتران برا هي كمان. وفي كمان برا ايش؟ اقتران اللي هو سين. إذا اقتران في دائري زاويته مالها؟ مش خطية. اقتران في دائري زاويته مش خطية. إذا ناخذ صاد يساوي الزاوية. صاد يساوي الزاوية. إيش الزاوية؟ 1 ناقص 2 سين تربيع. دال صاد عدل سين يساوي الواحد صفر، تنزل السالب 2 سين تربيع 4 سين، واللي بينسى السالب تروح عليه علامة على طول، ما في شيء مزح، انسى السالب بتروح علامة. تنزل الدال سين، تروح الدال صاد مع الكسر هناك، دال صاد
على سالب 4 س. طب ماشي، نرجع للسؤال تكامل، بدنا نغير شغلتين، السين ما لناش فيه، القاطع برضه ما لناش فيه، الزاويه صارت ص والظل والزاويه صارت ص والدال س صارت دال ص على سالب 4 س. هاي الاستبدال، اختصر س مع مين؟ مع س، سالب 4 تطلع برا سالب ربع، تكتبها سالب 4 تروح عليك علامة. 4 وين جاية؟ في المقام دال ص على سالب 4، يعني هون كأني في فوقية 1 على سالب 4، تطلع برا 1 على 4 السالب فوق. تنسى الواحد اللي فوق تروح علامة. قاطع ص دال ص. طبعا ايش؟ دال ص. سالب 1 4 بلش فيه، مع سالب 1 4 اللي هو المعامل، شو تكامل قاطع بالظل؟ قاطع بالظل قاطع زائد ج، قاطع بالظل قاطع وزائد ج. واخر خطوه لا تنسى، ترجع الصاد لاصلها، يعني سالب 1 على 4 قاطع الصاد 1 ناقص 2 س تربيع زائد ج. طيب ماشي، نكمل ليش لا؟ كمل ليش لا؟ تكامل قطع تربيع، قطع تربيع جذر س على جذر س دال س. يا سلام، قطع تربيع جذر س، واحد يقول لي استاذ معي خطيه، هاي س. لا حبيبي، هذا ايش؟ الجذر س، جذر س، جذر س يعني س اس نص، جذر س يعني س اس نص، خطيه هاد؟ لا مش خطيه. طيب دائري الزاويه مش خطيه، في اقتران هاي كمان يعني ما تخافش، وهي دائري والزاويه مش خطيه، الزاويه مش خطيه شو نعمل؟ نفرض صاد بالزاويه، صاد ايش؟ بالزاويه. طيب ماشي، يعني صاد يساوي ايش الزاويه؟ جذر س. الجذر التربيعي ما بخوفش، صاد يساوي ايش؟ جذر س. طب نشتق دال صاد على دال س، مشتقة الجذر التربيعي اللي هي مشتقة ما تحت الجذر على مشتقة ما تحت الجذر، مشتقة السين واحد على اثنين بالجذر زي ما هو جذر س. ماشي، جذر س مشتقتها مشتقة ما تحت الجذر واحد على اثنين جذر س. الآن هاي اللي احنا كنا نحكي عنها في البداية، ايش هي؟ تنزل الدال س يساوي اللي فوق ينزل تحت، هسه 2 جذر س وين هاي؟ وين تروح؟ تروح لفوق، يعني بتصير 2 جذر س، الواحد ينزل لتحت على واحد، ما بيفرق، والدال ص هاي. ماشي يا جماعتنا؟ لما يكون كسر هيك، اللي تحت بيطلع فوق، واللي فوق بينزل تحت، والدال ص جنبه، ما هي الدال ص كأن 2 جذر س هاي مضروبة في مين؟ في دال ص، 2 جذر س مضروبة في دال ص، 2 جذر س مضروبة في ايش؟ في الدال ص. وصلت الفكرة هاي؟ وصلت، الحمد لله على سلامتك. طيب نرجع لمين؟ نرجع للسؤال، تكامل قاطع تربيع، قاطع تربيع الجذر س حطنا ايش؟ حطنا ص على جذر س، والدال س 2 جذر س دال ص، 2 على الضرب يعني 2 جذر س دال ص. جذر س تروح مع مين؟ مع جذر س. طب والاثنين؟ تطلع برا 2، تطلع برا 2 ولا نص؟ 2 مش نص، نص لما تكون تحت. وضل عندي جوا قطع تربيع ص دال ص، يعني 2 ضرب، شو تكامل قطع تربيع؟ سالب ضتا، تنسى السالب ترفرف العلامة وتروح في ايش؟ في جيبة الوزارة.
تكامل القطة تربيع سالب ضتا. تربيع ولا بدون تربيع؟ بدون. صاد زائد زائد جيم. لا تنسى ترجع مين؟ الصاد لاصلها. صارت سالب اثنين سالب اثنين ضتا. شو اصل الصاد؟ جذر السين زائد زائد جيم. طيب ماشي اتفقنا. ماشي استمر. جول. ها شباب كثير بتضيع وقتها في الفيسبوك. مش في الفيسبوك بقعد ينزل منشورات ويرد على الاصدقاء، لا بضيع وقته في الفيسبوك في الدراسة. بيفتح على الفيسبوك دور على مسائل رياضيات على الفيسبوك، بجيب سؤال، واحد حاطط لك سؤال كتب لك جنبيه تحدي، ورجينا القطاعات، فرجينا حالكم، ابصر ايش، حطيت لك سؤال، تمسك السؤال تقعد فيه ساعتين وثلاث وتدور بيه على الناس، فلان حل لي اياه، تروح فوق حل لي اياه، حل لي اياه، تقعد تضيع وقتك. وانت لسه لا بعدك حال الاسئله في كتاب المدرسه، كتاب الوزاره ما انتش حاله، الاسئله اللي فيه، الاسئله الوزاريه للسنوات السابقه ما انتش حاللها، وقاعد تدور لي على الاسئله اللي على الفيسبوك وتضيع وقتك. لما تحل كتاب الوزاره، كتاب المدرسه اسئلته تمام اتقنتها، حليت اسئله وزاريه ماشي تمام، بعدين روح اتفلسف على راحتك وضيع وقتك. وبعدين ليش تضيع وقتك وانت عندك ما فيش ورقه غير الرياضيات؟ انت في مواد ثانيه، فانت كتاب المدرسه واسئله الوزاريه السنوات السابقه، اذا في افكار بتدعم الماده ماشي، اما واحد بيحط لك سؤال تقعد تلف حوالين حالك ثلاث ساعات وتنشغل فيه وتضيع وقتك، لا سيبكم الكلام الفاضي هذا، كله كلام فاضي. خليك أسئلة الكتاب مرتبة، أسئلة كتاب الوزارية السنة السابقة مرتبة، معك دوسية أستاذ، دوسية مركز، الأشياء دوسية أستاذ، دوسية مركز، إشي معقول. أما أستاذ يجيب لك سؤال يتفلسف وتقعد تضيع وقتك، مش ضمن المادة، وتوديه للأساتذة ومحدش عارف يحله، هي هي محدش عارف يحله، طب معناته سؤال ما بيهمكش إذا محدش عارف يحله، خلاص. فلا تضيع وقتك كثير ورا الفيسبوك وفي اخر السنه ولا انت مش ملحق تدرس شيء وتارك المواد. طيب نيجي لسؤال زي هيك هسه، هذا تبع القط تربيع، تكامل س تربيع، تكامل س تربيع قاطع، قاطع تربيع، ايوه س تكعيب زائد 2، س تكعيب زائد 2 د س. برضه السؤال هذا لما تطلع عليه دائري والزاوية تبعته برضه مش خطية، دائري وزاويته مش خطية، معناها التعويض ناخد صاد، صاد يساوي سينوس 3 زائد 2 دال صاد ع دال سين يساوي 3 سين تربيع دال سين يساوي دال صاد على 3 سين تربيع. صليتوا على النبي يا جماعة. نرجع للسؤال، بصير تكامل س تربيع ما سويناش فيها شيء، القاطع تربيع برضه زي ما هو، واللي بين القوسين صار صاد، والدال س ضل صاد على 3 س تربيع، س تربيع مع س تربيع ضل 3، الثلاثة بتطلع برا ايش؟ ثلث. تكامل قاطع تربيع صاد دال صاد الثلث مالكش فيه. تكامل القاطع تربيع مباشرة بعطيك ظل صاد زائد جيم، يعني تولد ظل الصاد اللي هي سين تكعيب زائد 2 زائد جيم. فيش فيش جديدة تقليدة زي الأسئلة اللي فاتت، سهل جدا. طيب كمل ماشي. ها خلصنا من هذا ومن هذا كمان. طب سؤال زي هيك، تكامل سين ظل تربيع، تكامل سين ظل تربيع جذر سين تربيع ناقص واحد على جذر سين تربيع ناقص واحد دال سين.
كل هاد هاد انت لا تخافش من شكل السؤال انتاش طلع على كل شيء. وين الدائري؟ دائرة هايو ظل تربيع. وين الزاوية؟ جذر سين تربيع ناقص واحد. الزاوية هاي تاعت الدائري خطية؟ يبقى الزاوية هاي تبعت الدائري مش خطية. طيب افرضها ايش؟ صاد. صاد يساوي الزاوية اللي هي جذر سين تربيع ناقص واحد. هاي فرضنا الزاوية. اشتق دال صاد عدال سين يساوي بما انها جذر تربيعي واشتقت ما تحت الجذر 2 سين على 2 الجذر نفسه سين تربيع ناقص 1 في اختصار 2 مع 2 تنزل دال سين بما ان هذا كسر اقلبه بما ان هذا كسر اقلبه كسر اقلب الكسر بصير جذر سين تربيع ناقص واحد على سين دال ايش؟ دال صاد. ارجع للسؤال صار عندك تكامل السين ما سويناش فيها اشي برضو الظل تربيع ما سوينا فيها اشي الزاوية صارت صاد على جذر سين تربيع ناقص واحد ما سويناش فيه شيء والدال سين صارت جذر سين تربيع ناقص واحد على سين دال دال صاد. هي خلصت المسألة سين مع سين والجذر مع الجذر. شو صفة السؤال عندك؟ صفة تكامل ظل تربيع صاد دال صاد. رجعنا للتأسيس القديم الظل تربيع كيف تكاملها؟ الظل تربيع تكاملها ترجعها لقاطع تربيع ناقص واحد. الظل تربيع قاطع تربيع ناقص واحد ولا واحد ناقص قاطع تربيع؟ قاطع تربيع ناقص واحد حسب المثلث. ضلك مفتكر المثلث هذا. المثلث هذا القاطع تربيع فوق وتحت عندك ظل تربيع واحد. فلما نحكي بدي ظل تربيع من فوق لتحت سالب قاطع تربيع ناقص واحد. قاطع تربيع ناقص واحد. طيب كامل شو تكامل القاطع تربيع هسه؟ ظل بدون تربيع صاد ناقص تكامل الواحد صاد زائد زائد جيم. هسه بترجع كل صاد لاصلها اللي هي بتصير ظل. شو اصل الصاد؟ جذر سين تربيع ناقص واحد ناقص صاد كمان جذر سين تربيع ناقص واحد زائد زائد جيم. اذا رجعنا برضو للتأسيس الظل تربيع تكاملها تحولها متطابقة قاطع تربيع ناقص واحد. الظل تربيع قاطع تربيع ناقص واحد القاطع تربيع بظل والواحد صاد ترجع الصاد. الصاد لايش؟ رجع الصاد لاصل. رجع الصاد لاصل. ماشي يا جماعه مفهوم هذا السؤال؟ ماشي. طيب اللي بعدي واحد على سين تربيع تكامل واحد على سين تربيع قتا تربيع قتا تربيع واحد على سين دال دال سين. ايش رايكم؟ وين الدائري؟ وين الدائري؟ الدائري قطع تربيع. وين الزاوية؟ واحد على سين. واحد على سين هاي خطية؟ لا مش خطية. واحد على سين خطية؟ لا مش خطية، لأنه السين لما ترفعها لفوق بصير سين أس سالب واحد. إذا ناخذ الزاوية صاد، صاد يساوي واحد على سين. دال صاد على دال سين طبعا مشتقة واحد على سين بصير سالب واحد على سين تربيع. اعكس إشارة الثابت وربع السين. اعكس إشارة الثابت وربع السين. طيب تنزل دال سين لحالها بما ان هذا كسر اللي فوق بنزل تحت واللي تحت بيطلع فوق او مضروب بالدال صاد. سين تربيع دال صاد
وتحت ايش؟ سالب واحد، يعني سالب. يعني سالب. سالب س تربيع دال ص. نرجع للسؤال، تكامل. واحد على س تربيع قتل تربيع الزاوية صارت ص، والدال س ضرب. سالب س تربيع دال ص، السالب ممكن تحطها برا. وس تربيع دال ص، س تربيع دال ص. السالب حطيتها برا. س تربيع مع مين؟ مع س تربيع. صار عندك سالب تكامل قتل تربيع ص دال ص. السالب برا مالناش فيها. شو تكامل القتل تربيع؟ سالب غتا بدون تربيع ص زائد ج. طبعا السالب بتروح مع السالب، الغتا رجع ص لاصلها اللي هو 1 ع س زائد ايش؟ زائد ج. في مشكلة السؤال هذا؟ لا فيش فيه مشكلة. طيب طب ها نيجي لهذا. ها خذ السؤال هذا حاولوا تحلوه. تكامل س تربيع قتل تربيع س تكعيب. يلا حاولوا فا س تربيع على قتل تربيع س تكعيب دال دال س. يلا دقيقة وارجع لكم. ها رجعنا للحل. رجعنا للحل. طبعا السؤال هذا اول شيء س تربيع على قتا تربيع س تكعيب. ارفع القتا تربيع لفوق. اولا قتا تربيع ارفع القتا لفوق، بيصير عندك تكامل. ها ارفع القتا لفوق بصير عندك تكامل س تربيع. القتا لما ترفعها لفوق بصير جيب. جيب تربيع س تكعيب دال س. لاحظوا يا جماعة النسب المثلثية، أنا عندي مثلا سؤال زي هيك قتا تربيع س تكعيب. مبدئيا هيك، مبدئيا لما أرفع من تحت لفوق الزاوية لا يمكن تتغير، خلاص الزاوية ما بتتغير نهائيا. س تكعيب الزاوية نهائيا ما بتتغير، الزاوية نهائيا ما بتتغير. طيب اللي بتغير عندك اما النسبة القتا واما الاس، تختار لك واحد منهم، اما القتا واما ايش؟ اما الاس. طيب بدكش تغير الاس، تغير القتا. القتا شو مقلوب القتا؟ جيب، يعني بصير جيب الاس زي ما هو، جيب تربيع س تكعيب. طيب افرض ما بدي اغير القتا، ما بدي اغير القتا، خلي القتا زي ما هي، بس الاس بتغير بصير سالب 2، ولو كان سالب 2 بصير 2. ماشي هيك واضحه الشغله هاي. لما يكون عندك قتا تربيع س تكعيب مبدئيا الزاويه لا يمكن تتغير، س تكعيب س تكعيب الزاويه نهائيا ما بتتغير. طيب القتا تربيع بتغير واحده من اثنين، اما النسبه القتا تغيرها، لا القتا تغيرها تصير جيم التربيع زي ما هو ماشي، اما بتخلي القتا زي ما هي والاس نفسه بتغيره بصير ايش؟ سالب 2. فاحنا هون لا، الزاويه اللي هي س تكعيب زي ما هي س تكعيب، نغير القتا لايش؟ لجيم. نغير القتا لجيم. طيب صار عندي، صار عندي الآن هاي دائري جيب تربيع وزاويته مش خطية، الزاوية مالها؟ مش خطية. إذا شو أعمل؟ آخذ صاد بالزاوية، صاد بالزاوية، صاد يساوي سين أس ثلاث، اشتق دال صاد على دال سين يساوي ثلاث سين أس اثنين. تنزل دال س تساوي دال ص على 3 س اس 2. نرجع للسؤال، تكامل س تربيع جيب تربيع ص صارت الزاوية، دال س دال ص على 3 س تربيع. اختصر
س تربيع مع س تربيع. صف السؤال عندي تكامل، الثلاثة اللي تحت تطلع برا، ثلث جيم تربيع ص د ص. رجعنا برضو للتأسيس، رجعنا للتأسيس، الثلث برا تكامل، الجيم تربيع عم تطابق نص واحد ناقص جتا ضعف الزاوية الصاد بتصير اثنين صاد دال صاد. هذا التأسيس. احنا حكينا الجيم تربيع، الجيم تربيع والجتا تربيع والجيم أس أربعة والجتا أس أربعة على نفس المتطابقة هاي اللي هي نص واحد في حالة الجيم ناقص، في حالة الجيم ناقص جتا دايما جتا ضعف الزاوية هاي يعني صاد صارت ايش؟ اثنين صاد. هسا هدول معاملات، التلت والنص معاملات، يعني واحد على ستة. وهون التكامل، تكامل الواحد صاد، لا تنسى بكمل بالنسبة لصاد تحط السين، ناقص جت اثنين صاد جيب اثنين صاد، ولا تنسى تقسم على معامل الزاوية، على معامل الزاوية زائد زائد جيم. رجع الصاد لأصلها واحد على ستة، أصل الصاد اللي هو سين تكعيب، إذا هون سين تكعيب ناقص نص جيب اثنين سين تكعيب، سكر القوس زائد ايش؟ زائد جيم. تمام؟ إذا هاي ترتبط برضو بالتأسيس اللي احنا خدناه في البداية، جيب تربيع، جتا تربيع، جيب الجتا. هذاك التأسيس مهم جدا، مهم جدا، تضلك برضو ترجع له باستمرار، ترجع للتأسيس باستمرار. سؤال كمان، 8 س جتا تربيع تكامل، 8 س جتا تربيع 2 س تربيع د د س، 8 س جتا تربيع 2 س تربيع د س. طيب اذا بدي احل برضو عندي دائري، دائري اللي هو جتا تربيع زاويته مش خطين 2 س تربيع، دائري زاويته مش خطين، باخذ ص بالزاوية، ص يساوي الزاوية 2 2 س تربيع د ص على د س يساوي 4 س، د س يساوي د ص على 4 س. نرجع للسؤال، تكامل 8 س نزلت، الجتا تربيع زي ما هي، الزاوية صارت صاد، والدال سين اللي هي دال صاد على 4 سين. اقصر 4 سين مع 8 سين ضلون ايش؟ 2 2 بتطلعها برا، 2 تكامل. طيب صف عندي جتا تربيع، الجتا تربيع نفس الجيب تربيع، بس اللي شرها هي ايش؟ زائد. جتا تربيع والجيب تربيع زائد، لأن متطابقة الجيب تربيع والجتا تربيع نفس الشيء اللي هي هيك، الجيب تربيع مثلا س والجتا تربيع برضو س، ايش المتطابقة؟ نص واحد في حالة الجيب ناقص في حالة الجتا زائد، جتا دايما جتا ضعف الزاوية س س بصير ايش؟ بصير 2 س. هاي المتطابقة اللي احنا بنكمل عليها، الجيب تربيع والجتا تربيع والجيب أس 4 والجتا والجتا أس 4. طيب إذا هون عندي الجتا تربيع اللي هي صارت نص واحد في حالة الجتا زائد جتا ضعف الزاوية صاد بتصير 2 صاد، سكر القوس دال صاد، راح الاثنين مع مين؟ مع النص. هسه كامل تكامل الواحد صاد زائد جتا 2 صاد جيب 2 صاد، بتنساش تقسم على معامل الزاوية على 2 زائد زائد ايش؟ زائد جيم. رجع الصاد أصلها، الصاد أصلها 2 س تربيع، إذا الصاد 2 س تربيع زائد نص جيب 2 ب 2 س تربيع بصير 4 س تربيع زائد ايش؟ زائد جيم. بعتمد على الأساسيات، جيب تربيع وجتا تربيع، جيب تربيع وجتا وجتا تربيع. طيب احنا إن شاء الله مكملين. الأسئلة احنا بناخذ أسئلة هينا، قاعدين بناخذ أسئلة، إن شاء الله ما راح نخلي سؤال في الكتاب إلا ونحله، إن شاء الله ما راح نخلي سؤال في الكتاب إلا ونحله، ما راح يضل فكرة في الكتاب
كلها ونحلها. يعني احنا ماشيين بالترتيب هيني، وبس خلص الدرس بقول لك الان انا حليت كل اسئله التكامل الطويل، حلينا كل اسئله التكامل الطويل، تدريبات واسئله درس، تدريبات واسئله درس. بس انا ماشي على الاسئله هاي حاليا بالترتيب هيك شوي.